والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في نشرة التاسعة، نتحول فيها إلى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إمام منصور وشكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة أخبار جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس لمدة عام واحد، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لمدة عام واحد. كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى نحو 33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2021. كما أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة ب 3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي. أظهر تقرير الرقابة المالية تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 57.8%. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1787 دولارا للأوقيين، أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 913 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1065 جنيه للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1217 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، وذلك في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 98 دولارا للبرميل و15%، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتصل إلى 92 دولار و2.9%. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى 3.5 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 1.19% لتسجل 8.77 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. أفاد تقرير بأن إنتاج الأرز في الهند قد يتدهور في العام الجاري، وتسبب تراجع تساقط الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية في الهند في تقليص الزراعات، ما يثير مخاوف من أن أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير الأمن الغذائي. نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة نقلت أن إجمالي مساحة زراعة الأرز في الهند تراجع بواقع 12% حتى الآن في هذا العام، وتسهم الهند وحدها بنحو 40% من حجم التجارة العالمية للأرز. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة.